السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناتكم قناة أبدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم عن الجينريشن في البروسيسور، أو إزاي أعرف الجيل بتاع البروسيسور أو اللابتوب أو الكمبيوتر اللي أنا شغال عليه. وده طبعا بتفرق كتير معرفتك للجينريشن في إن أنت تعرف مدى تحديث الجهاز دوت، وهل هو فعلا جهاز حديث أو قديم. طبعا بتفيدك لما تحب تشتري جهاز مستعمل أو حتى جهاز جديد، بتخش على الاعدادات وتعرف ازاي اعرف الجينريشن بتاع البروسيسور واحدد اذا كان هو فعلا حديث ولا قديم. هنخش دلوقتي هنشوف على الجهاز بتاعنا ازاي اعرف الجينريشن بتاع البروسيسور. عشان نعرف ازاي هنخش على علامة الويندوز اللي في الكيبورد، وبعدين نكتب this. تمام، هيظهر لك فوق كلمة this PC او كمبيوتر. تمام، هتقف عليها وتعمل رايت كليك وبعدين بروبرتيز، تخش على الاعدادات. هنا هو في الاعدادات هتلاقي كلمة سيستم وتحتها حاجة اسمها بروسيسور. جوه البروسيسور هنا هو تلاقي كل بيانات البروسيسور، بيقول لك ان ده انتل كور اي 7 وبعدين رقمه 5500 يو. تمام، طيب كلمة جينيريشن مش موجودة هنا هوت، ولكن في معلومة شبه مؤكدة ان دايما الرقم اللي بعد الاي 7 او الاي 3 او الاي 5 بيكون هو الرقم بتاع الجينيريشن. يعني المفروض ان اللابتوب دوت يكون من الجينيريشن 5، يعني البروسيسور بتاعه يكون جينيريشن 5. طيب عشان اتأكد من صحة المعلومة اللي انا بقولها ديت ان ده فعلا البروسيسور دوت من الجيل الخامس، هعمل ايه؟ هروح هنا على اليسار واخش على الديفايس مانجر. تمام، وفي الديفايس مانجر هنزل تحت لحد ما اخش على البروسيسور. تمام، هنا بيديني نفس المعلومات اللي شفناها بره اللي هو الانتل والكور اي 7 وال 55002، يعني ما اديناش حاجه جديده وما كتبليش كلمه جينيريشن، يعني لسه برضو المعلومه غير مؤكده هل هو فعلا الجيل الخامس ولا لا. طيب عشان اتاكد من المعلومه هعمل ايه؟ هنزل تحت شويه كمان واخش على السيستم ديفايس. تمام، هنا في السيستم ديفايس هنزل تحت لحد ما اوصل على هنا هوت الموبيل فيفث جينيريشن. اذا هنا هوت واضح جدا ان البروسيسور دوت من الجيل الخامس زي ما قلنا. طبعا دي كان نفس المعلومه اللي احنا لاحظناها في الاول اللي هو مكتوبه جنب الاي 7. تمام، طيب هنخش دلوقتي على جهاز تاني ونتأكد من صحة المعلومة وازاي اعرف الجينريشن بتاع الجهاز التاني وهل تنطبق عليه نفس الفكرة اللي احنا قلناها من شوية ولا لأ. نخش كده ونشوف مع بعض. هنخش هنا هو بنفس الطريقة، هنعمل في سيرش زيس بي سي او كمبيوتر، وبعدين رايت كليك بروبرتيز، وبعد ما نخش على الاعدادات هننزل على البروسيسور. هنلاحظ هنا مكتوب في البروسيسور انتل كور i3-6100U، يعني على حسب المعلومة اللي احنا قلناها قبل كده ان يعني ده كور i3 والجينريشن بتاعه 6، يعني الجيل السادس. طيب عشان نتأكد من المعلومة ديت زي ما قلنا هنخش برضو على الديفايس مانجر. هننزل تحت في الديفايس مانجر. تمام، هنخش على الديفايس مانجر، وجوه الديفايس مانجر هننزل برضو زي ما عملنا قبل كده وننزل على البروسيسور. جوه في البروسيسور هنلاقي نفس الكلام اللي مكتوب بره اللي هي انتل كور i3-6100، يعني لسه برضو جينيريشن مش مكتوبة او كلمة الجيل مش محددة بالظبط. فهنخش تحت على السيستم. هنا بقى في السيستم ديفايس هننزل لحد ما نجيب بيانات البروسيسور، هنلاقي ان بيانات البروسيسور اللي هي موبيل 6 جنريشن على 7 جنريشن، يعني هو زي ما قلنا الجيل السادس وقد يكون في بدايات الجيل السابع. طبعا دي كانت رؤية سريعة ازاي تعرف الجيل بتاع البروسيسور بتاعك وتحدد اذا كان الجهاز بتاعك جديد ولا قديم، ودي بتكون مفيدة جدا لشرائك سواء لجهاز قديم او جديد. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وياريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.